السلام عليكم، اخباركم؟ اليوم ان شاء الله غندير لكم طورطه ديال التفاح بالكريمه، كتجي زوينه وفنانه وكل الاشياء عندنا في البيت. اول شيء الكريمه خصو يكون عندنا نص لتر ديال الحليب، نص لتر حليب واربع خاشوقات كبار سكر وثلاثه كاستر وخاشوقه زبيده وهذه فانيليا. هذه الاشياء هذه زبده هذه الاشياء الكريمه الكاستر اللي هو المحلبيه زين. يعني ثلاث خواشيب والتزيين سكر ناعم الزبيب هذا شو عمي تقولوا له جوز شويه القرفه السكر والفانيليا. كل هذه الاشياء غنوريكم. اما بالنسبه للخلطه ديال الكيك الاولى غتكون فيها هذه المكونات. هذا الكوب كيهز 100 ملي، عندي كوب سكر انا مو مليان موايد يعني ما تعمرش الكوب تلفو، وعندي زبادي ياغورت اي شيء عندكم في البيت روب وعندي هنايا الزيت النباتي، عندي كوب حليب. يعني هذا الكوب كله كيهز 100 ملي، وعندي اربع حبات بيض، وعندي قريصه الملح، وعندي كيس فانيليا يعني خشوقه فانيليا، وعندي خشوقه ونص بيكنج باودر، وعندي قشور البرتقال. بالنسبه له عندي هذا الزبيب مع برتقاله هنايا حاطه عصره برتقال ومدت لنا في الزبيب. بالنسبه للنكهات كل واحد شي يحب في النكهات ماشي اجباري. الطحين رقم كم؟ رقم واحد. عندي ثلاثه الاكواب حنشوفوا كم حتهز لينا ديال الطحين. اول شيء كنبداو بسم الله توكلنا على الله، كنبداو بالكريمه كنسويوها. شوفوا كنحط نص لتر حليب هنايا وكنحط السكر وكنحط الكاستر بحال هكا. السكر كم والحليب؟ اربع خواشيب سكر وثلاثة كاستر عميل هكا. وكندير فانيليا بحال هكا. شو عادة اللي حطيتي؟ فانيليا. قولي قليتي. قلتولي يا عمي تمام. قولي مرتين وثلاث حق الناس تفهم. فانيليا. زين يلا. فانيليا. شوفوا كاستر لازم بحال هكا، وأول ما تحطوه أنتم كتحركوه وكنزيدوا خشوقة زبيدة بحال هكا وكنحركوه. من حطته هي توته ها بهالطريقة لين يمد. الحين هاي شو هي؟ هذه الكريمه اللي غنزينوا بها عمي، حيشوفوا معنا بالمرحله دي. اهم شيء انت الحين لا تستعيلين يوم في الكلام، الناس ما يفتهمون لك، يقولون ام يسمونها هبه من الحناين حنوا عليك ان شاء الله ميته هدى، يقولون انك وايد السبيد عالي تتكلمين بسرعه، خلها تخف من السرعه في الكلام. اكيد هذا الشيء دائما اقول لك انت. اوكي انت تتكلمين مش انا. نص لتر قولي قلت ان شاء الله. ان شاء الله. انزين. بعدين انا حسيت اتكلم شويه بشويه. شوفوا اخلصي عادة. اول شيء كتحطوه هكا وغنحطوه في الثلاجه. انزين. لين يصير يبرد. شويه بما ما نخلص الكيك. وين هذا بلاستيك هي حاره تغطوها بهذا البلاستيك. ليه شو السبب؟ عشان ما تسوي القشره، كتسوي قشره من الفوق. شوفوا صافي كنحطوها في الثلاجه الحين هكا حفيظ الله يخليك. هذه الكريمه ديال التورته ديال التفاح. غتشوفوا معنا المراحل هي في كيك ديال التفاح والتورته ديال التفاح، ولكن اليوم ان شاء الله غتكون غير بواحد الكريمه والاشياء كلها عندنا في البيت. اول شيء بسم الله هذه الطبقه ديال الكيك غنديروا اربع حبات بيض وغنديروا السكر. بس عمي غنتاقلو هنا. قولي الكميه عاد. اربع حبات بيض والسكر كوب 100 ملي. هذه عيدي الكلام. اربع حبات بيض كوب سكر وحينه بس لما اشخل عاد غنكمل معاهم. يلا تعال. حطينا اربع حبات بيض وحطينا الكوب ديال السكر وغادي نبدا. يلا شيل عمي هاد. يلا شغلي اشتغلت بطنك الدخاتر. لازم شوفوا ضربوا البيض مع السكر يعني تيطلع شويه حتشوفوا المرحله فيه. كوب حليب شويه شويه انتم كتحطوا. هاي كوب حليب هاي كوب زيت زيت النباتي. ايه كوب حليب. كوب حليب. يعني هذا الكوب شايل 100 ملي. شوفوا ياغورت ولا زبادي اللي عندكم في البيت. اليوغورت هو الزبادي على فكره يعني. عمي انا دايخه اليوم والله. زين الزبادي غير عن اليوغورت؟ اليوغورت بالانجليزي والزبادي بالعربي. دانون. دانون؟ ايه. وهذا شو؟ فانيليا شوية مليحة. وقشور برتقاله واحده بس. شوفوا هذه الاشياء لازم تخلط بحال هكا كلها باش كتجي الكيك كيجي خفيف. كيجي الكيك خفيف. كيكه شو هاي حينه؟ طورطه ديال التفاح. طورطه التفاح بالكريمه. طورطه شو؟ بالتفاح وبالكريمه. طورطه التفاح بالكريمه. طورطه التفاح بالكريمه. شو؟ طورطات. الزبيب منقع
في برتقاله واحده كنحطوه حتى هو بحال هكا. شوفوا كنبدا عندي ثلاثه ديال الاكواب ديال الطحين رقم واحد كنبدا ما كنحطوش الكميه دفعه واحده ها. شوي شوي ها هكا كنحط النص ديال الكميه وكنبدا. دابا الحين انت لينا الحين ما دخلت التفاحه، الكيكه اسمها طرطه التفاح ايه. والتفاح لينا الحين التفاح بلاتي عمي راه بشويه بشويه واش انا نطيرو راه انا طرتي ولا وقعتي. شوفوا ها انتم الطحين كتبداو بشويه بشويه، والحين غادي نحط قلنا خشوقه ونص ديال بيكين باودر هاكا. تشكلوها 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 ها يلا لازم يكون عندكم مول مربع زي هذا. هذا مش مربع، هذا مستطيل. مستطيل هذا مش مربع. انا عارف عمي مربع ها. هذا مربع؟ ايه ماشي ان شاء الله. حاضرين حاضرين. بس اللي قلتيه هو اللي كاين عمي، كلمة لا كلمتك عمي. ما بعن كلمة ولا كلمتين، كان متشلم منك مستمع عاجل، يعني انا مش عصبي، يعني هذا مستطيل ولا مربع؟ خليهم يقولوا لنا في التعاليق واش مستطيل ولا مربع. يعني هذا مستطيل مربع. ايه. ايه والمستطيل ايش قايل؟ مثلث. ايه. انزين. شوفوا كتحطوا دهنوا بزبيده المول وكتحطوا شويه طحين بحال هكا رقم واحد. شوفوا انا الثلاث اكواب شاطيه منها هذا فيه على حسب البيض، انا دائما كنقول لكم على حسب البيض. هكا وهكا وهكا. انتوما كتوزعوا ها الطحين كامل شوف. بحال هكا كيتوزع باش ما كتلصقش لينا، كندير لها بحال هكا العين تقراوينا قوامها. شوفوا هذا هو القوام ديال العجينه، لازم تكون خفيفه ديال هاد الطرطه، لازم تكون العجين خفيفه يعني. وها اللي معقد داخل هذا تراه الزبيب، الزبيب ويا عصير البرتقال اللي ما يبي يحط ما يحط. شوفوا انا عندي نحط بس اثنين تفاحات، غنشوف على حساب الكميه ديال المول اللي عندي. ها كتسوي بحال هكا، كتسوي بحال هكا وكتشيلوا هذا القلب هكا وبس، كنديروهم شرائح بحال هكا صغار. هذه سميتها غتسوي لي هذا عندي عشان انا نصبنا صغار صغار صغار. وكنجيب هنا شوفوا كنهزوا يدنا الفوق وكنصبوا بحال هكا. هذا كل المتابعين يسلمون عليك، يسلم عليهم الخير والبركة. كل حد كل حد اللي يشتغلون في المستشفيات واللي يسوقون واللي يبيعون واللي يشترون والتجار والفقارة ولا مردودين الحال والاضعاف والامتان والقصار والطوار كل حد كلنا سواسيه وسلم عليهم الخير. استوت لك قاشيه قولي امين. سلم على الناس زين زين يلا زين يلا. سلم عليكم الخير والرباح والرزق وطولة العمر الناس ديال دوله الامارات ودوله الخليج والناس اللي في اوروبا والمغاربه وغاده ومن طنجه حتى للقويره. الا تتلولي في حاميه اللهب. شوفوا ها كتقادو بحال هكا هاد المول، كتبقاو تقادو بهذا باش يجيكم. قال عمي ها هذا التفاحة شو طريقتك؟ لازم فرق بين الخضر والحمر ولا شو؟ على حسب كل واحد شنو يبي يحط، ولكن انا كنفضل الاحمر عني عشان كيبقى اللون الاحمر بارز. شوفوا الكريمه ديالنا ملي كنخلصوا هذه الاشياء كلها كنطلعوها من الثلاجه بحال هكا. شوف كتبقى ما كديرش لينا القشره من الفوق ها، كتبقى ناعمه وما نصبوهاش ضربه واحده لا. شوفوا ها كنبداو بشويه بشويه بحال هكا فوق الكيك بحال هكا. ليش ما تصبيها مره واحده؟ حتى نزل تحت عمي هاد الكريمه. ايوا شويه شويه. شوفوا هي باقا حاره وقدرتها في الثلاجه كتبقى حاره عشان ما تغوص داخل الخلطه اللي تحت. كأنه احد دب وطاح في البحر. دب وطاح في الدب وبنو دب دب وشو صار فيه؟ وطاح في البحر ونزل تحت مثل حد من العرب. انا زعما يعني عمي لا ما زي يعني انا لو انا هناك بحط في في ريوله خيه طابوقه عشان تغوصين. اي حق ما تنبرين. فوق بس لا تضغطون وايد هاك. هاد الطرطه كتجي فنانه واقتصاديه، كتجي همويه وشان. شوفوا بسم الله توكلنا على الله وكنبداو الترتيب ديال التفاح بحال هكا غير من الفوق ها. الحمد
تبي تخلصين ساعتين يبالك؟ لا تنكمل عمي وصور ليهم. شو هي على اساس بتحط التفاح الاحمر بس حطت لان المكان كبير وها تصفيف بهالطريقه طلع شكل جميل. وعندي شويه زبيب للتزيين ومنقعاه مع خشوقه ماي زهرها واحده. هي الزبيب هذا مودن بماء زهر. اي زبيب عندكم الاسود الابيض على حسب الرغبه. وريحته وايد فنانه الحين مع ماء الزهر. صافي شوفوا هنايا عندي خشوقه صغيره ديال القرفه وخشوقه سكر وفانيليا. اللي ما يبي القرفه ما يحط يعني خياري. خياري ولكن كتجي فيه واحد النكهه حلوه وواحد التعسيله. كنرشوا بحال هكا من فوق هكا سكر نعيم مطحون ترى مع الفانيليا. والله غدا حليت تحيير ريحه فوتخ. الحين غندخلوها للفرن. تعال عم للفرن من فوق ومن تحت على درجة الحرارة 170. يعني دايما انا اسوي الكيك بس من تحت بس اليوم من فوق ومن تحت بس شوفه لازم يكون نازل بحل هاكا. يلا المدة كم حينة؟ 10 دقائق 15 احنا غنقولوا الامكان. وهذا القزاز اللي كيبين ترى دايما انا كنقول لكم استعملوا هذه الاشياء بس حتى المبتدئين يعني الناس اللي بادين ما تجيمش واعرة. كم باقي عليها هدي؟ واحد 8 دقائق بحال هكا عمي ولا 10. اي يعني ما عليكم من هذه الكريمه لما تصير تتنفخ ترى الكاستر هذا لما تبرد حتصير يعني جامده. لكن ريحه الجرفه ويا الشكر ويا ما الزهر يعني متجانس وريحه يعني بالاخص ريحه الجرفه فنان بطريقه ما تتخيلونها. اسكرها اخر شيء حنوريكم كيف. شوفوا بعد مرور 25 دقيقه ها احتفظت 25 دقيقه حين شكلها وريحتها تجيب العافيه. عمي حاره حرت ليش تاوه. شوفوا الحين وقت التزيين. شو عادة هذا حيل الزينين؟ هذه مربى وفيها شو نقطة ماي نقطة ديال الماي. أي نوع من المربى ولا المربى؟ أي نوع أنتم حابين عندكم حطوا مو مشكلة بس المربى العادي يعني يعطيها لمعان. يعطيها لمعان. شوفوا هذا شو؟ السكر الناعم كتجيبوه من هنا من الأطراف حلكو كتبداو ترتبوا به. أنا ما عندي هذا المول اللي كيتفتح كيكون أحسن بس أي شيء أنتم عندكم خدموا به في البيت كنبقى نزوق فيها بحال هكا. سكر ناعم. شوف ترد بعدها تزيده من هذا المربى. المهم ترى فيه شو الحين فتشت هذه للكيكه الطرطه على قالتها فتشت من الجدار مال الزجاج فالاحسن اتوقع اذا كان هذاك اللي شرات الكيك اللي شي يتبطل. يتبطل. وحتى هذا حنوريكم انا حغرف الحين حتشوفون. مهم طعم الكيكه كيجي زين والتزيين ليكم انتم لذيذ شكلها شكلها وايد فنان. شوفوا انتم ها انتم راه كتنزل لا تقولون ملصقه ولا شيء. ها شوفوا شوفوا ها شوف شفتوها ها 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 يعني انا ليش بعدين حنصور لي مع عمي. استنى عمي استنى عشان ما يجيني التصوير طويل. هانت هذه عمي كيبغي ما بكلها عادي ما بكلها تقصي بس الطلب هذا. اليوم عشان شوفوا ابويا ابو منى عندنا قلت اسوي الكيك. ابو عثمان وليش تبغي؟ انا كنبغي نقول لي ابو منى. ايه يلا عاده استنى عمي بغيت نعطيه من الوسط مسكين. مسكين زي ابويا هذا. جزاك الله خير عمرك تسلمين يا هدى تسلمين. خيبه هانتي ما خلانيش الموس ما يذبحش شودا كلب عمي. شفتي السكين هذا؟ ما شاء الله زين استوي وانا الموس يعني سكين. السكين ها ما تقص حتى زين شو اللي يديك عادي يا انت مخرب على الكيكه. اشوف تحت ارفعي ارفعي فوق ارفعيها فوق. ها عمي ها عمي ها عمي الحين بطيح من يديها بعيون منها. يلا يلا عاده اطعمي روحك اطعمي يطعمونك السقم. ما عليك من ام عثمان انت زي ابويا. لا بنت لك ريحه تسكت همي تسكت. يلا بعد وحده ما بارك عليه في السكر حار حار. اشوف هاي طورطه تشو طورطه تفاح واللي عنده المول هذا اللي كيتفك احسن. هي ثانك يو مشكور مشكور مشكور.